دولة أوروبية. لا بصح على بالي هذه راني معاه فيها بصح ماشي ما قارنيناش بالمغرب، حنا رانا هاربين. فين هاربين؟ هاربين بالحفا، هاربين برجليكم ما لابسينش. فين هاربين؟ السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على بركة الله. ندوزو الأول فيديو قبل ما نبداو الخدمة ديال القنوات، الرقم ديال الواتساب راه تلقاوه في الوصف ديال هذا الفيديو. حنا كنديروا هذه الخدمة بثمن مناسب وكنضمنوا لك أن الشروط غادي يوصلوا، يعني كاع داكشي كله هو هذاك اللي بغى يتواصل معنا. والإشارة هذا الواتساب ما دايرينوش باش تصيفط لي الفيديو اللي غادي ندوز ولا باش نتناقشوا، بغيت نتناقشوا ولا تصيفط لي كاين الانستغرام، يعني هاد الواتساب خليه للناس اللي بغاو يفعلوا باش دابا كيكثروا لي ميساج كيهبطوا الميساج اللي تحت وبدا تقلب عليه وهذا وهذا، وكتلقى شي واحد باغي غير يسول، واحد باغي غير يضحك، واحد باغي هكا. هاد الواتساب درنا الخدمه على بركه الله. ندوز الاول فيديو، اللي بغى يضحك نضحكوا معاه ماشي مشكل، دوز الانستغرام ونضحكوا انت تبغي على بركه الله. في هذه اللحظات مرفوعه الكره باتجاه الرؤوس، صعبه هذه الكره، صعبه المحاوله. خليها تحتفل. سخوط هذا، هذا يمكن غير في المونتاج كيزيد التعليق ديالو، قال لي خليها تحتفل. شوف هاد اللقطة فاش قال لي خليها تحتفل، بغات تحيدتوني ويصفر الحكم، خليها تحتفل. سخوط. شوف. يا ودي خليها تحتفل، خليها تحتفل، أقسم بالعشرة بأن هدفه. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا فيديو آخر. خليها تحتفل. نخويل. الحمد لله. تونسي هذا كيضحك على على فين وصلت تونس. هاد المشاكل فين وصلت تونس، علاش كيضحك؟ كتسولو كيطرطق بالضحك. راه هكا باش كنواجهوا الكراغ، راه كاين دابا الكراغ كاين اللي كيصيفطوا وغادي نديروا كدا عندك وبابا. مالكم؟ كنضحكوا. ما عجبكش الحال زد راسك مع الحيط، ما عجبكش الحال دير ديزابوني سير خرج بحالك. في كاين المشكل؟ حنا ما كنسبوكم لا نشتموكم لا يعني كنضحكوا كندوزوا فيديو ديالكم كنضحكوا، انت بحال التونسي اللي كنديروا اليوم. فرحان بوضع البلاد. فرحان بوضع البلاد وسخوط. ايه رايك في الواقع؟ رايك في الواقع؟ كيفاش كون رايك في الواقع ويطر؟ الواقع يضحك. يضحك برشا. والله ما يقعش باش نقول لك. صوت هذا. شنو حياتك؟ انت شنو عامل في حياتك؟ والله ضايع. ضايع. وفركس في خدمة. لقيت طبعك بطل. والحمد لله. ديما نضحك والحمد لله. والحمد لله. صحاب راه كيخصك شوف، راه الحياه الا اختيها بواحد الجديه، الا اختي بانت لي الكاميرا شويه مهزوزه على الفوق، راه كلشي كنخليها دابا كنبدل حيد والو في المونتاج، داكشي اللي الطبيعي عاود عاود مشى للجبال. هادي شوف، هادي حالة اللي خدام بوحدو، مكاينش اللي يريقل ليه الكاميرا، هادي هي حالة اللي خدام بوحدو، مكاين اللي يريقل ليه الكاميرا، مكاين اللي قد ليه الاضواء، مكاين احنا كنسلكو غادي. فين وصلنا؟ قلت لك خصك بدا تاخذ الامور في الحياه بابتسامه والضحك وخليها فين ما بغات، دير اللي عليك، خدم دمر دير، ولا اني عاود ما بداش تعاتب راسك علاش ما نوصلش علاش ما نديرش، واخذ الامور بجديه. اشنو جاتكم الكراغل؟ تمشي لاشي انا شوف نعطيها لكم، انا نعطيها لكم انا، تمشي لي مشي للباج تعطيه، يمشي التيك توك نعطيه، فين كاين المشكل؟ مالكم على حالتكم؟ على بركه الله ندوزو الفيديو اخر. نقدم لكم اليوم ان شاء الله طبق جانا مع الاخوان المغاربه، وهو عباره على بسطيله فارسيه. طبق جانا من عند اخواننا المغاربه، هو عباره عن البسطيله الفاسيه. غدا قولوا ديالكم البسطيله، كمل. المكونات، هو المكون الاساسي هو عندنا الدجاج. عندكم الدجاج زعما؟ عندكم اللحم زعما؟ عندنا البصل، عندنا الزبده، عندنا الزيت، عندنا فلفل كحل من مركز فواح. رجعنا هنا، قال لك من عقر بيتكم وعلى افواهكم قبل الخنشله. عاود سمع شوف على التصوير، والتصوير اصاحبي اش التصوير هذا كتصوروا تما نوكيا بيلا ولا بالكالكيلاتريس ولا باش كت. نقدم لكم اليوم سمع. ان شاء الله طبق جانا مع الاخوان المغاربه، وهو عباره على بسطيله فارسيه.
المكونات هو صافي سمعتوا دابا من عند اخواننا المغاربه، وهي عباره على البسطيله الفاسيه، نفس القناه هي اللي خرجت كتقول لهم البسطيله جزائريه، نفس القناه اللي خرجت كتقول لهم الطاجين جزائري، نفس القناه اللي خرجت كتقول لهم القفطان جزائري. لا حول ولا قوه الا بالله. دوز الفيديو اخر. واش الحوايج في في المغرب؟ والله انا ما سمع دابا الجزائر بغيت تلعب بالمغربيه. اسمح نركز، انا ساكنه في بلجيكا. علاش واش هادشي كيضحك؟ هو دابا منتظر زاد ديك الضحكه كيضحك، انا ساكنه في بلجيكا عادي. ماكش ساكنه في المغرب ولا هاجرتي بكري؟ والله والديا اللي هاجروا ماشي انا. ايه الله يبارك. وتعرف الاحوال في المغرب راه ماشي سهله، كيفكم نتوما الدار كيف كيف؟ واش اللي كيف كيف؟ ما غاديش ما عرفتش حتى في المونتاج شي حاجه ما كتضحكش. كيضحك كل واحد واحد الدوله ديال لو ثوازيام مون ديال العالم الثالث غادي تكون كيف واحد لا بصح على بالي هذه راني مع فيها بصح ماشي مقارنيناش بالمغرب، حنا رانا هاربين. فين هاربين؟ هاربين بالحفا، هاربين برجليكم ما لابسينش. فين هاربين؟ وكتطلعوا مع الدراوش، كتطلع مع هذه مسكينه ما على بالها. شوف معهم كيطلعوا كيبغي يلبس العشره عليها. طلع معنا، طلع معايا ونقي لك ودنيك مزيان. بغيتي بالعقل، بغيتي بالاحترام، بغيتي بالاحترام، نقي لك ودنيك. كيفاش انت ساكن في الجيري ولا على برا؟ انا انا ساكن في الجيري. شوف اجي نقول لك بلا بلادي بلا بلادي. انا بلادي والله ما نخليها، ما نهربش وما نخليها، شو نسكن برا. انتم كلكم هربتوا، سير شوف فرنسا كلها جزائر. علاش بدي غير اسمعني نقول لك، انا اول حاجه ماشي انا اللي هربت، والديا اللي هربوا. لا لا اعذرتك اعذرتك. ولدي بلادي شوف بلادي ما كانش شي بلاد احسن ليها، نقولها لك انا من عندي. نيشان ما كاينش احسن من المغرب. وكيف غتقول نتايا؟ غتقول الجيري ما كانش شي بلاد احسن بها، كل واحد يبغي بلاده. ولكن غنقول لك يعني ما غاديش نقارنوا واحد الدوله ديال لو ثوازيام موند على دوله اوروبيان. نقولوا الصراحه يعني معليش بس نقارنوا وحده ثوازيام موند كما قلتي، ونقارنوا معها وحده ثوازيام موند نورمال. لا هذيك نقارنوها وعارفين شكون اللي رابحه. اللي باينه بلا ما تهضري، خلي الكرغول يتفقس يعني اكثر مزيانه، فهمت؟ ولكن نقدروا نقارنوا. شكون قولي هنا، يقول شكون قالي هنا، قالي هنا شكون؟ علاش انت ما عندكش الجرأة تطلع مع راجل صاحبي؟ طلع مع امراه. انا ما نطلعش مع جزائري ومتناقش مع السياسه مع الجزائر، طلع مع جزائري بحالك انت، نطلع معك انا نقي لك ودنك وعارف غادي نغلبك ب 10-0. وبدا تقيد، نعطيو حكم محايد حكم من ليبيا بدا يقيد النتائج، وغادي نشوفوا شحال غادي نخرجوا. 6-0 خويا معلوم المغرب. واش عرفت حنايا راه علاش باش شوف ما تقوليش باش، هذيك بلادي واخا ما يكون فيها والو نقول لك انا باش الله اعلم. واش الحوايج في المغرب في المغرب؟ بغيت يضحك وما فيديو ما لا علاقه. بغيتك انا تطلع معايا ولا تطلع مع شي مغربي، لا غادي نقي لك ودنيك. باش نتوما بالطوابير ما عندناش الطوابير، باش بالريوس جدودكم اللي في فرنسا ما عندناش ريوس جدودنا في فرنسا، باش بالبوسام ديال اللي كتبوسوا الرئيس ديال فرنسا فاش جا للجزائر وكلشي كيبوس ليه يديه، ما عندناش داك الشيء. حنا كنكبروا وكنحتارموا وعندنا في قلوبنا الملك ديالنا، ماشي واحد اخر يجي شي رئيس ولا شي ملك ديال شي دوله ولا كذا عادي زعما نوصلوش. حنا بدأنا شتو درتو مع الرئيس ديال فرنسا؟ حنا ما كيخرجش واحد كيقول لك فرنسا امنا هي اللي رباتنا، ما كاينش شي مغربي كيخرج كيقولها. اذا باش نتوما احسن منا؟ الاقتصاد ديالكم اللي وصلتوا انكم كتذبحوا الحمير باش احسن منا؟ طوابير ديال الحليب اللي فيها كيلومترات، طوابير ديال السميد اللي فيها كيلومترات، الغاز الحد ديال الغاز اللي عندكم تحت الارض وكتشدوا عليه طوابير، باش احسن منا نتوما؟ باش نهار كنقولوا كيبقى فيكم الحال، ورغم ذلك شوف دابا شحال هضرت ما سبيت ما شتمت ما والو، قلت الواقع وكيتعصروا وكيصيفطوا لي ميساج وكتا يا اليهود مالكم على حالتكم. واش ما كترضاوش بالواقع؟ واش ما كترضاوش بالواقع؟ هذا واقع. نهار نكذب قولوا لي وي وقاف الشريف كذبتي. انا يعجبني الجزائري يطلع يقول لي خالد كذبتي، ما عندناش الطوابير، ها انت هاش كاين خليك كذبتي. المنحه ديال البيطله عندكم كيعطيكم غير باش تكمي وتاكل وتجلس، داك الشيء باش ما كتصنعوا ما كتقادوا والو، ربات فيكم الدوله ديالكم العجز النعاس. صافي منحه كاينه، منحه البيطله صافي، غادي ناكلوا ونشربوا ونبقى حتى نموت. لا حياه لمن تناد. دوز الفيديو اخر. هنا فين وصلنا ولا لا؟ داك شفتو ماشي هنا، هذا واش الحوايج
لا اصبر، هذا في نص. لك شفتوا انتم المنتخب الجزائري لما عمل على المحليين في الشان، ما في الشان ما قدرش في بلاده ما نجح، ربحوا لكن كان مستمرين بالرغم غياب المغرب وغياب تونس وغياب عدد الفرق. التوانسه سبوكم، التوانسه قمعوكم، التوانسه حشاو فيكم الهضره ما كتقدروش تجاوبوهم، التوانسه كيسبوا كيضروا يسبونا حنا، وماشي حنا ماشي حنا ونهضروا مع التوانسه. شو التوانسه كيفاش كيقمعوه؟ وخرج علي بن شيخ اللي كنقدر هذاك، برافو عليه علي بن شيخ راجل، خرج قال لهم، قال لهم الطوسي والزاكي جاو دربوا، عمرهم ما سبونا، عمرهم ما قالوا هضره العيب، قالوا ما توانسه كيهضروا وما تقدروش تهضروا عليهم. انت اسمع، ما قدرش يا خويا علاش قلت لكم علاش، انا كانت عندي تجربه قصيره في الجزائر. اسمع، منين خرجوا البلاي اللي باش يمشي لاوروبا؟ خرج من تونس بغداد بنجاح، منين خرج باش يمشي لاوروبا؟ من النجم الساحلي. لذلك راه مقتل يجي لاوروبا، معناتها خرجوا من بوابه الشامبيونات التونيزيان. علاش خرجوا من الشامبيونات التونيزيان؟ لانه واحد ثقافه العمل موجوده في تونس، وهذا راهو كلام تحمل مسؤوليته. وانا اسمع لك رغولي، اسمع راه ماشي اللي قلت، انا غير تخليتكم تسمعوا توانسه. القيمه نتاع العمل اللي هي لا فالور، القيمه هي لا فالور نتاع العمل موجوده في تونس مش موجوده في الجزائر. واحد، اثنين، لا كاليتي دو ترافاي موجوده في تونس مش موجوده في الجزائر. لذلك اللاعب الجزائري لما يجي لتونس هو ربح. ليش فاش ربح؟ ربح اول شيء قاعد ياخذ فيه دي زاكي مكتسبات، كيعطيهم دروس، كيعطي الكراغ الدروس. اخوان وصلنا اخر هذا الفيديو، شكرا بزاف على الدعم ديالكم. كنجدد وكنذكركم ان اللي بغى يفعل القناه ديالو الخدمه كنديروها باثمنه مناسبه، كنزيدوا لك داك العدد اللي طالبين في الشروط باثمنه مناسبه ومضمونه. الواتساب راه في الوصف كالعاده، اللي بغى يفعل هو اللي غادي يتواصل معنا. شكرا بزاف، تحيه لكم، السلام عليكم. وديما مغرب خليهم يتفرقعوا، دابا زدح راسك مع الحيط. واعطيوني الحريرة والخبز خور وشي شوية ديال اتاي، راكي درتي ليا انتي القرون.